نبدأ رحلتنا هذا الأسبوع في العاصمة النرويجية أوسلو بزيارة القصر الملكي وقلعة أكش هوس التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى. تفضلوا معي. يقع القصر الملكي على تلة وسط أوسلو، وهو مكان إقامة العاهل النرويجي الملك هيرولد. يمكن دخول القصر والتمتع بمشاهدة جدرانه وأثاثه، إذ تنظم جولات للسياح، فما عليك إلا شراء بطاقتك من مكتب البريد النرويجي أو الاتصال بالقصر وشراء بطاقتك هاتفياً عن طريق بطاقات الائتمان. أنصح بزيارة البحيرات المحيطة بالقصر ومشاهدة تغيير الحرس الملكي النرويجي الذي يتم وفق مراسيم نرويجية خاصة، وذلك يومياً عند 1:30 ظهراً. بنيت قلعة أركز هوس أواخر عام 1290 ميلادي من قبل الملك النرويجي هاكون الخامس. بنيت لتكون حصناً لأوسلو، ومن ثم حولت إلى سجن ورممت لاحقاً في عهد الملك كريستيان الرابع، لتصبح اليوم مكاناً للحفلات والمناسبات الوطنية. الطريف في الأمر أنه يمكن لجنرالات وضباط القوات المسلحة النرويجية وأبنائهم إقامة حفلاتهم الخاصة في القلعة، لذلك قد تكون أحياناً مغلقة كلياً أو جزئياً أمام الزوار، وأنصح بالتأكد من أبواب القلعة مفتوحة للعامة قبل الذهاب لزيارتها. ليث بزاري، العربية، أوسلو، النرويج.